أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تأتي هذه الآية الأولى أيها الإخوة وهي قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بعد الآيات التي تقدمت معنا في شأن القبلة وما حصل فيها من تشكيك ومن إنكار من هؤلاء الضالين من أهل الكتاب والمشركين الذين حاولوا أن يشككوا في هذا الدين وفي تصرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحول في قبلته للصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة وهو عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك بأمر الله يأتيه الوحي فيعمل به
وما كان يأتي بشيء من عند نفسه. فالله سبحانه وتعالى بيّن في ذلك الموضع أن الجهات كلها لله تبارك وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالجهات كلها لله والكون كله لله، فلا عجب ولا إنكار أن يوجه الله سبحانه وتعالى عباده في وقت من الأوقات أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم في وقت آخر يحولهم إلى الكعبة. بعد أن تمهد هذا وثبت لنا بما ذكره الله تبارك وتعالى أن الأمر هذا ليس فيه أدنى مخالفة ولا أدنى شك، لأن الأمر كله لله، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن القضية ليست مربوطة بالتوجه إلى المشرق أو إلى المغرب، هذه في حد ذاتها إنما يفعلها العبد استجابة لأمر الله، لكن هي في حد ذاتها لا تحمل معنى معينا ولا مزية في التوجه إلى الشرق أو التوجه إلى الغرب، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية ما هو الشيء المقصود، الشيء الحقيقي الذي يجب أن يحرص عليه. البر، ليس البر هو أن يتوجه الإنسان إلى الشرق أو إلى الغرب، إنما البر الحقيقي وهو طاعة الله والإيمان به والتحقق بشرعه، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، من فعل ذلك حقيقة وأيقن به فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا العمل، هذا هو البر الحقيقي، وليس البر هو التوجه إلى المشرق أو إلى المغرب، إنما التوجه هو إلى المشرق والمغرب كما قلنا إن استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى ذكر هنا أمور الإيمان التي تدل على البر الحقيقي، وهي اليقين به تبارك وتعالى والركون إلى أمره والعمل بشرعه. البر من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو أساس الإيمان، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله كما جاء في حديث الإيمان، واليوم الآخر، أن يؤمن العبد باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، والملائكة، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالنبيين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. لماذا لم يذكر هنا الإيمان بالقدر مع أنه ذكر في حديث الإيمان على أنه ركن من أركان الإيمان؟ لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بقدره، لأن قدره تابع لأمره سبحانه وتعالى، فالذي يؤمن بالله يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا بعد الإيمان، بعد أن ثبتت دعائم الإيمان في نفسه قال آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. محبة المال مفطور عليها الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا أمر مركوز في فطر الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى قدمه هنا وآت المال، لأن مسألة المال وبذلها هذه مسألة من أدل الأدلة على تمكن الإيمان في النفس. آت المال على حبه، قلنا إنه محبوب مرغوب مركوز في النفوس حبه،
لكن هو مع ذلك يؤتيه رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، آتى المال على حبه. وقد جاء في الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا هو الذي يحب المال لكنه يتصدق به في وجوه الخير رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهو في حال صحته واكتمال رغبته وتجدد آماله هنا يؤتي المال، آتى المال على حبه. هذا المال الذي زرعت محبته في النفوس هو يتعالى على هذا الأمر ويقدم هذا المال ويبذله لذوي القربى. ومن هذا تلحظون أيها الإخوة أن الترتيب في هؤلاء الذين يبذل لهم المال فيه دلالة عظيمة. أعظم الصدقة وأفضلها على ذوي القربى، على ذوي القربى، أن يتصدق الإنسان على ذوي قرباه، هذا أعظم أنواع الصدقة. لماذا؟ لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصلة، يجمع أمرين، ليست كالصدقة على غير القريب، هذا يجمع أمرين. وآتى المال على حبه ذوي القربى، قرابته، صلته. واليتامى، اليتامى معروفون، اليتم هو الحال التي يكون عليها الوليد قبل البلوغ، الصبي قبل البلوغ، لأنه إذا بلغ انتهى اليتم، لكن ما قبل ذلك هو بحاجة إلى من يرعاه لأنه فقد أباه وفقد الرعاية. فالذي يتحنن عليه ويبذل له إنما يفعل ذلك رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمساكين، ولم يقل الفقراء، لأن الفقير أمره واضح، يأتي ويسأل ويطلب، ها؟ والله سبحانه وتعالى في سورة الحج قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعتر هذا هو الذي يتجول ويسأل ويطلب هذا، لكن هؤلاء المساكين، المساكين هؤلاء لهم شأن عظيم الله سبحانه وتعالى نبهنا إليه كما في سورة البقرة، وكما دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين هو الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما هو المحتاج الذي لا يجد ما يكفي حاجته ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. هذا يتميز عن الفقير الذي يسأل ويتحرك ويتجول أنه لا يسأل، يحسبهم الجاهل كما قال الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء يجب أن يتفطن الإنسان المسلم لهم وأن يبحث عنهم وأن يتعرف عليهم. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر المنقطع، والسائلين، هؤلاء الذين يأتون فيطلبون، أنا محتاج، أنا فقير، علي دين، إلى آخر ما هنالك. وفي الرقاب، وفي الرقاب، الرقاب هنا المقصود بها بالدرجة الأولى الأرقاء الذين يسألون مواليهم الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أنه يأتي المولى الرقيق إلى سيده فيشتري نفسه منه، يعني يتفق معه على ثمن مقسط، فيذهب فيعمل ويكدح حتى يأتي بهذه الأقساط، فإذا وفى الثمن أصبح حرا، ملك حريته بذلك. مساعدة هؤلاء وإعانتهم هذا من البر الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وقد يدخل في ذلك أيضا أسر المسلمين إذا طلبت لهم فدية من أعدائهم، هذا أيضا منه. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لاحظوا أن ما يتعلق بالمال هنا قدم،
على الصلاة وعلى الزكاة، مع أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هذا من باب التنويه بأهمية هذا المال وبأهمية بذله في وجوه الخير، وأن ينتصر الإنسان المسلم على نفسه حتى مع محبته للمال أنه يبذله في وجوه الخير. ولذلك الإنسان المسلم لا يبلغ مراتب التقوى العالية حتى يبذل ما يحب ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما يروى في هذا أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل المعروف مرض، فسأله أهله إن كان يشتهي شيئا، فكأنه أشار إليهم إلى لون من الطعام أن يطبخوه له، وربما كان هذا سمكا، فأحضروه وأعدوه. فلما قدم له وهو مريض ويشتهي هذا وأهله حريصون على تقديمه له، إذا بسائل يطرق الباب فأمر بأن يعطى هذا، أن يعطى هذا الطعام الذي صنع له وهو يشتهيه وهو في حال من المرض، أمر أن يعطى ذلك. وعندما سئل على سبيل الاستنكار من أهله لماذا وقد طلبت هذا وأحضرناه لك وأعددناه من أجلك، قال إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأمر المال أمر عظيم، والبذل في هذه الأوجه التي تقدمت معنا هذا هو من باب العفو، يعني من باب الأمر الزائد على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، يعني البذل النافلة التطوع. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا قال وآت الزكاة، والزكاة هي حق المال الواجب، فهذا يدلنا على أن ما تقدم كان على سبيل الندب أن يبذل الإنسان المسلم في تلك الوجوه. قال وأقام الصلاة، والصلاة تعلمون شأنها أيها الإخوة، من أقامها قام دينه، ومن أضاعها أضاع دينه، وليس بين الأهل الإسلام وغيرهم عهد إلا الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة، فمن ضيعها فلا حجة له وليس من أهل الإسلام. صلاة، وأول ما ينظر فيه من عمل العبد في يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد عليه سائر عمله والعياذ بالله. قال وآت الزكاة، الزكاة حق المال، هذا أمر واجب لا مسامحة فيه ولا تهاون، ليس هذا من باب الفضل بل هذا من باب الواجب. حق المال حق لله تبارك وتعالى أوجبه للفقير، ولذلك من منعه فإنه يستحق العقوبة. وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل من منع الزكاة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان هذا الأمر قد يختلط على كثير من الناس، قاتل فئتين من الناس، فئة الذين منعوا الزكاة، هم مسلمون لكنهم منعوا الزكاة. لماذا منعوها؟ قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو لنا، يدعو لنا. الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، الزكاة يعني تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. قالوا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذها منا ويدعو لنا، الآن مات الرسول فانقطع الدعاء، فلذلك أبو بكر قاتلهم، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة دائما في القرآن تذكر مع بعضها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها؟ إلى آخر ما هنالك. فالزكاة حق واجب لا مسامحة فيه، فلا بد أن يؤديها الإنسان طاعة لله طيبة بها نفسه. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ما يظن أن هذه مكر تكرم منه، لا، هذا حق الله الذي أوجبه في هذا المال.
قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. انظروا ما أجمل هذه الصفات وهذه الأخلاق العظيمة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد من شيم أهل الإيمان ومما أوجبه الله سبحانه وتعالى وحرم التفريط فيه، ها؟ وهذا والعياذ بالله دليل على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان. فنكث العهد ومخالفة الوعد هذه ليست من صفات المؤمنين، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. مهما كان لا بد أن يلتزم الإنسان المسلم بهذا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ها؟ وأوفوا بالعهد. الله سبحانه وتعالى يقول إن العهد كان مسؤولا. آيات كثيرة ذكر فيها وجوب هذا الأمر والثناء عليه والثناء على أهله من يفعله. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، حتى ولو مع الكفار، حتى ولو مع الكفار. لا ينبغي أن يظن ظان أن العهد لا يجب الوفاء به إلا مع المسلمين، لا، حتى مع الكفار. إذا قطع المسلمون عهدا حتى ولو مع الكفار وجب الوفاء به. ولا يغرنك أن تجد من الكفار من يخالف ذلك، هذا أمر ليس من أخلاق المؤمنين. لا بد أن يتميز أهل الإسلام عن غيرهم. من أهم هذه الأمور الوفاء بالعهد. قال والموفون بعهدهم، هذه من أعظم صفاتهم إذا عاهدوا. قال والصابرين في البأساء، صبر، صبر، حبس النفس على ما تكره، هذه الفضيلة العظيمة، الصبر الذي وعد الله عليه الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الصبر هذا. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثلاثة مواطن من مواطن الصبر المطلوبة. الصبر في البأساء وهي مترتبة، بعضها أعلى من بعض، أقلها الصبر في البأساء وهو الجوع والحاجة، ثم يأتي بعد ذلك الضراء وهي الألم والمرض والمشقة والخوف، هذه الضراء فوقها يصبرون. ثم قال وحين البأس، يعني في المعركة، في قتال العدو، في قتال العدو، هذه أعلى أنواع الصبر. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالصبر كما وعدهم عليه الجزاء الجزيل، أمرهم به، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمصابرة يعني المرابطة على الصبر، المرابطة على الصبر. ولذلك ورد في المعارك أنهم قالوا الشجاعة صبر ساعة، يعني في آخر المعركة الأمور تكاد تتكافأ بين الطرفين، لكن الذي يصبر ويثبت في هذه المرحلة الأخيرة هو الذي ينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هؤلاء أصحاب الخلال الحميدة هذه التي كان بعضها واجبا وبعضها مندوبا محبذا إليه، هؤلاء من؟ الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين صدقوا، هؤلاء أهل الصدق، هؤلاء الذين تحققوا بالإيمان. ليس الإيمان لعقة على اللسان ولا كلمة يتزين بها الإنسان أو كلمة تقال في المجالس ثم يذهب كل شيء، لا، لا بد من الصدق في ذلك، يعني أن يتحقق ذلك كله في سلوك الإنسان. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني هذه جزاء من الله سبحانه وتعالى أنه جعلهم من المتقين، والمتقون هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. ثم بعد هذا الله سبحانه وتعالى
بعد أن مرت معنا هذه الآيات في السورة، ما تقدم في السورة كله من باب تثبيت حق الله سبحانه وتعالى في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي كل الأمور التي هي لله تبارك وتعالى، تمهيد وتقوية للإنسان المسلم حتى يثبت الإيمان في قلبه. إذا ثبت الإيمان في قلب الإنسان المسلم بعد ذلك تأتي التشريعات، تأتي التشريعات، الأمور المطلوبة، ماذا عليه بعد أن يؤمن بالله وأن يستقر الإيمان في قلبه؟ أن يستكين وأن يطيع وأن يلتزم بهذه التشريعات. من هذه ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في قوله في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. القصاص أمره أمر عظيم، القصاص يعني المماثلة، وهو يعني إقامة القتل على القاتل عندما يطلب أولياء المقتول هذا الأمر، لأنه حق لهم، حق لهم. والقتل هذا عندما يحصل أيها الإخوة تترتب عليه جنايات كثيرة، جناية في حق المقتول هذا لأنه أزهقت نفسه بغير حق، والنفس هذه مصانة في شريعة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا في قصة ابني آدم أن الله سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفوس هذه لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يعتدي عليها أحد، لكن لو حصل ذلك هذه جناية على المقتول وجناية على أهله وأقربائه أولياء الدم، لأن هذا فيه يعني تحزين لهم وظلم لهم، ظلم لهم لهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى أوجب القصاص إذا طلبوه من باب شفاء ما في صدورهم، شفاء ما في صدورهم، ولذلك هو حق لأولياء الدم، حق لأولياء الدم. فالله سبحانه وتعالى أوجب القصاص في هذا، وهذا يعني شرع القصاص في الإسلام الله سبحانه وتعالى جعل فيه رحمة للمؤمنين من عدة نواحي. الناحية الأولى أن الله سبحانه وتعالى خفف به ما كان على الأمم السابقة. الأمم السابقة كان إذا حصل عندهم القتل العمد لا يقبل فيه إلا القصاص، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة بأن شرع لهم سبيلا آخر، هو العفو أو الدية، أو الدية. ولهذا يقول تبارك وتعالى في هذه الآية: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، خفف الله عن هذه الأمة، لكن مع ذلك أبقى على هذا الحق مصانا حتى ينضبط المجتمع، وهذا من باب توفير الأمن في المجتمع. وقد تكون هذه هي الحكمة، أو أن تكون طرفا من الحكمة في تقديم موضوع القصاص على موضوع الصيام. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله موضوع الصيام وإيجاب الصيام، كتب عليكم الصيام، هنا قال كتب عليكم القصاص وهنالك قال كتب عليكم الصيام، لكن لماذا قدم القصاص على الصيام؟ لأن استقرار الأمن واستتبابه في المجتمع أعظم الشعائر، أعظم الأمور. كيف يمكن أن تحصل الصلاة وأن تفتح المساجد وأن يقام العدل وأن يمكن أن يحصل الصيام وأن تؤدى الشعائر بدون وجود أمن؟ من أهم أسباب ضياع الأمن شيوع القتل،
شيوع القتل، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع هذا التشريع صيانة للدماء وضبطا للحقوق وتوفيرا للأمن في المجتمع. كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني من أجل القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني ما يأتي إنسان فيقول بأنه هذا المقتول رئيس أو زعيم قبيلة أو وجيه في المجتمع، فلا يكفي فيه أن يقتل القاتل هذا الذي لا يعرف، أو هذا القاتل الذي لا يؤبه به، هذا لا يكفي، لا بد أن يقتل في هذا 10 أو 100. لا، هذا كان في الجاهلية، هذا من أخلاق الجاهلية، أنهم كانوا لا يقبلون في مثل هذه الأحوال إلا أن يقتلوا إلى أن يعني يشفى غليلهم من أعدائهم ثأرا لهذا المقتول. لا، لكن الإسلام ساوى بين الأنفس، هذه الأنفس هي في مقام واحد عند الله سبحانه وتعالى، الحر بالحر، كبير سواء أكان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، أميرا أو مأمورا، الحر بالحر والعبد بالعبد. وهذا يعني يدل كما ذهب إليه كثير من العلماء أنه لا يقتل الحر بالعبد، العبد لأنه مال فيه القيمة، فيه قيمته، والأنثى بالأنثى، فلا فرق في ذلك. هذا كله دليل على التسوية، وإن كانت جاءت هناك أدلة على أنه الذكر يقتل بالأنثى، يعني لو أن المقتول الذكر قتل أنثى أنه يقتل بها، لأن أنفس المسلمين المؤمنون كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تتكافأ دماؤهم وأموالهم، الرجال والنساء كلهم سواء في ميزان الإسلام، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كيف يمكن أن يكون الاعتداء بعد القصاص؟ الاعتداء بعد القصاص يكون في حالين، حال منها في جانب القاتل وأسرته، وحال في جانب المقتول. فما كان في جانب القاتل، ما كان في جانب القاتل أنه لا يجوز لأسرة القاتل بعد أن يقتص منه أنهم يبحثون عن ثأر له، وأنهم يتشفون مرة أخرى من أسرة المقتول فيقتلون منه. وأما ما كان من أسرة المقتول فإنهم لا يجوز لهم بعد أن يقتص لقريبهم من هذا القاتل أنهم يقتلون، القتل هذا عدوان. وكذلك لو أخذوا الدية، لو أخذوا الدية لا يجوز لهم أن يعتدوا فيقتلوا هذا القاتل. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، عذابه عند الله سبحانه وتعالى. قضية القصاص هذه أيها الإخوة فيها كما قلنا جناية من القاتل، وفيها جناية على المقتول نفسه، وفيها جناية على أسرة القتيل، على أولياء الدم. فالجناية من القاتل، من القاتل هذه فيها القصاص، إذا وقع القصاص فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، لأن موضوع القتل هذا ليس شيئا سهلا، كما جاء في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلعل هذا القصاص أن يعني يطفئ هذا الذنب عنه. وأما بالنسبة لأولياء الدم فإن قتله فيه شفاء لنفوسهم، فيه شفاء لنفوسهم، وكذلك ما وقع على القاتل من القتل يعني مماثل لما وقع على المقتول، فكان هذه واحدة بواحدة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما هي الحكمة من القصاص؟
القصاص هذا فيه إزهاق للنفس. المنظر هذا منظر القتل عندما يقتل ويسيل الدم وتخرج الروح أمام الناس بهذا التصور وهذا الوضع، هذا بلا شك أنه منظر مستفز للأنفس وللمشاعر. لكن الله سبحانه وتعالى أكد أن في هذا خيرا للمجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا ليس عدوانا وليس تضييعا كما تقول هذه الدساتير الحديثة الآن التي يطالب فيها والتي تقرر عدم قتل القاتل، يقول لا لا يقتل، كيف تزهق هذه النفس البشرية؟ نظروا إلى نفس القاتل الجاني هذا ولم ينظروا إلى ما حصل على المقتول ظلما. هذا الله سبحانه وتعالى شرعه أحكم، شرعه أحكم وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده. ولكم في القصاص حياة، قصاص قتل موت لكن فيه حياة. حياة لمن؟ حياة للمجرمين هؤلاء الذين كانوا يتوثبون يريدون أن يقتلوا ويتطلعون، عندما يرون هذا المصير ينكفون، ينكفون عن هذا. وفيه حياة للمجتمع أيضا أنه تنكف عنه هذه الشرور فيأمن ويطمئن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من يعي هذا؟ من يعقله؟ من يتفهمه؟ أصحاب العقول. لعلكم تتقون، هذا من باب إثبات التقوى والعمل على ما يرسخها. ونلاحظ أن الأمر بالتقوى يتكرر هنا وسيأتي أيضا يتكرر في أماكن أخرى متعددة لأهمية التقوى، أنه متى ما زرعت التقوى في النفس فإن الأمور كلها ستهون، لأن الإنسان بعمله وبما يصيبه إنما إذا ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى تحققت فيه التقوى. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر آية الوصية، الوصية. والوصية كما يقول العلماء هي تصرف بعد الموت. الوصية ليست في حال الحياة، لا تنفذ في حال الحياة، الذي في حال الحياة عطية وهبة، لكن الوصية هي تصرف بعد الموت، يؤخذ من تركة من؟ من تركة الميت. ها؟ هذه هي الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني في فراش الموت، إن ترك خيرا في هذه الحالة، إن كان له مال، مال يوصي به، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا الأمر كما يذكر كثير من العلماء منسوخ، منسوخ لأن الله سبحانه وتعالى جعله في مرحلة أولى قبل أن تنزل آيات المواريث. آيات المواريث في سورة النساء فصلت كل شيء، أعطى الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث حقه في ماذا؟ في نصيبه من الإرث، مفصل. فالوصية لغير الوارث، الوصية لغير الوارث. الوصية هذه أمر يراد به الأجر والمثوبة، لكنها لا تكون للوارث، لأن الوارث حقه في النصيب الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. فالله سبحانه وتعالى يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقدم الوالدين لعظم حقهما وللأقارب، قال بالمعروف يعني من غير إجحاف، من غير إضرار بالورثة الآخرين، حقا على المتقين الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، والذين يتحققون بالإيمان والصدق واليقين، هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يفعلوا ذلك. كان هذا قبل أن تشرع آيات الميراث، فلا بد للإنسان في هذه المرحلة إذا أحس بالموت
أن يوصي لأقاربه، لوالديه وأقاربه ولمن يحب، هكذا توزيع الميراث كان. ثم لما نزلت آيات المواريث هذه الوصية لم تعد مشروعة في حق الوارثين، لكنها كما جاء عن كثير من السلف وغيرهم أنها باقية في حق غير الورثة. من لا يرث يشرع للإنسان إذا كان له مال وله خير أن يوصي في وجوه البر، في وجوه الخير، وأقرب ما يوصي فيه أقاربه غير الوارثين، فلا بد أن يهتم الإنسان المسلم لذلك. وهذه الوصية النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وأكد عليها، لأن الوصية هذه كما تكون فيها إيصال الحقوق، هذه إيصال البر لمن يحتاجه، فيها أيضا إثبات الحقوق التي للإنسان على غيره، أو إثبات الديون التي له لغيره عليه، هذه كلها لا بد أن تكون في الوصية. شأن الوصية شأن عظيم، لكن هنا المقصود الوصية بالمال، الوصية بالمال هذه في بداية الأمر قبل نزول آيات المواريث كانت للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لو أوصى الإنسان لغيره حتى ولو كان من غير الوارثين، الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ، لكنها لغير الوارث الوصية مشروعة، وهي من أعظم أبواب التبرعات والأجور التي يسعى إليها الإنسان. لكن قد يحصل تنازع في هذه الوصية، اضطراب، اختلاف، بعضهم يرى أن فيها إجحافا على بعض، أوصى لاثنين مثلا وأعطى كل واحد يعني نصيبا، فتبين بعد ذلك وجود اختلاف بينهم في مقدار هذا النصيب، فيه ربما إجحاف على بعضهم دون بعض، لكن هذا الوصية يعتمد فيها قول الموصي، الموصي بماذا أوصى لا بد أن يتبع ذلك. قال: فمن بدله بعدما سمع، من غير هذه الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الإثم هذا على من؟ على من غير وبدل هذه الوصية. إن الله سميع عليم، لا بد من تنفيذ هذه الوصية. ثبت في الصحيح أن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض في مكة وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، مرض مرضا شديدا، وأحس بدنو أجله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرؤ لي مال، عنده مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، ما عنده إلا بنت واحدة، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير يعني. ولهذا أخذ العلماء أن أقصى حد للوصية من المال هي الثلث. لو أوصى الميت بنصف ماله فإنه لا يلزم الورثة إلا الثلث، وأما ما زاد على الثلث فإنه لا يلزم، إلا أن يتبرعوا من عند أنفسهم، أن يقبلوا أن يتبرعوا بما حدده مورثهم. قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. لكن في هذه الحال حتى تمضي الوصية، سعد بن أبي وقاص، نعود إلى قصته رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، قال: لعلك أن تعمر فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. بعد هذه الحادثة سعد رضي الله تعالى عنه شفي
وتزوج وأنجب، كان له أولاد سعد رضي الله تعالى عنه بعد هذه ورثوه. ثم بعد ذلك سعد رضي الله تعالى عنه انتفع به أناس سعى في نشر الإسلام وإدخالهم في دين الله، كسرى وبلاد فارس، وهو يعني قائد المسلمين سعد في معركة القادسية، ويضر بك آخرون هؤلاء الكفرة المجرمون الذين قتلوا تحت راية المسلمين، هؤلاء كان قائدهم القائد سعد بن أبي وقاص. وهذا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، حقق ذلك، شفي سعد وأنجب وأصبح له أولاد ورثوه، والله سبحانه وتعالى هيأه لأن ينصر به عباده وأن ينتقم به من الكفار الظلمة. قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني هذه الوصية المقصود بها البر، والموصي ما قصد إلا الخير والأجر، فالمحاولة والسعي في إمضائها وإيصال الأمر الموصى به هذا إلى من أوصي بهم إليه هذا من أنواع البر. فمن خاف من موص جنفا، إنسان يعني قد يتصرف وهو لا يدري، قد يتصرف بانفعال أو برغبة أو بميل. من خاف من موص جنفا، الجنف تجاوز الميل، مال لبعض الناس دون بعض، أو إثما أوصى بشيء لا يجوز تجوز الوصية فيه، فأصلح بينهم، يعني هذا طرف ثالث الآن، ليس هو الموصي وليس هو الموصى له، وإنما هو فاعل خير من أقاربه أو من أصدقائه أو من عامة المسلمين أو خاصتهم، سعى في إصلاح هذا الموضوع، أصلح بينهم، بين الموصى به، الموصى إليهم بهذا المال فلا إثم عليه. الآية التي قبلها قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لكن هذا ذاك بدله ظلما وعدوانا، وهذا إنما بدل بعض الشيء وأصلح بعض الأمر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا ليس من التغيير ولا من التبديل. إن الله غفور رحيم، غفور للموصي ورحيم بعباده جميعا. فلذلك يعني ينبغي أن يتنبه المسلمون لهذا الأمر وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. نعود إلى قبل أن نختم للآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أبو ذر رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فذكر له هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى نهايتها. ثم أعاد السؤال عليه، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الآية. هذا الإيمان فيه أركان الإيمان وفيه أركان الإسلام وفيه أمور البر هذه كلها، هذا هو الإيمان الحق. ثم سأله ثالثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينشرح قلبك لحسنتك وينقبض لسيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: فذاك، هذا هو الإيمان. الإيمان هذا يخاطب الفطرة الصحيحة، كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني على الحنيفية السمحة
والفطرة السليمة الصافية. هذه هي الأصل، هذه هي الأصل، أن الله سبحانه وتعالى جعل الفطرة السليمة ميزانا للخير في نفس الإنسان المسلم. فهؤلاء الإنسان الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، ما معنى تسره حسنته؟ أنه إذا فعل حسنة انشرح لها صدره وفرح بها، وإذا فعل سيئة انقبض وندم عليها. هذا هو من كما جاء في الحديث الآخر، من سرته حسنته وساءته سيئته فقد استكمل الإيمان أو فذلك الإيمان. هذا هو، هذا هو العصمة من السيئات والعصمة من الذنوب، هذه ليست إلا للأنبياء. وأما البشر بقية الخلق فهم يخطئون ويصيبون ويقتربون ويبتعدون، فلذلك أكملهم من يتوب ومن يثوب. ها؟ وهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير وعلى المعاصي فتردعه، فتردعه عنها. هذا مركوز في فطرة الإنسان. فهذه الآية بما فيها هي ميزان الإيمان. من تحققت فيه هذه الآية بما ورد فيها، هذا كله دليل على أن هذا قد تحقق فيه الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. وكون الإنسان يسر بما يحصل له من الخير وتنقبض نفسه إذا حصل له يعني تفلت أو إساءة أو وقع في ذنب، هذا كله دليل على تمكن الإيمان في قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان تراق فيه دماء المسلمين وتنتهك فيه حرماتهم. اللهم إنا نسألك نصرك المبين يا لعبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من عدوهم يا أرحم الراحمين.